بالناس جين مارتينيت، أساليب مجربة للتعامل مع الآخرين ببراعة. الكتاب الذي بيع منه أكثر من 100,000 نسخة، كيف تبدأ الحديث مع من لا تعرف وتنجح في ذلك، حيل ونصائح عملية لمعقودي اللسان، فن وآداب إنهاء الحوار، أساليب سهلة وممتعة للاختلاط بالآخرين، كيف تكون رائع في أي حفل سواء كان حفل عمل أم حفل اجتماعي. The Art of Mingling Proven Techniques for Mastering Any Room، جين مارتينيت. يحتوي دليل جين مارتينيت الممتع على أفكار رائعة صممت للاختلاط الناجح بالناس لتينا بالدريجيج. لقد ابتكرت مارتينيت أساليب واقعية رائعة للتعامل مع أي حدث بسهولة فائقة. شيكاغو تريبيون. هل أنت ممن يعانون فوبيا الاختلاط بالآخرين؟ هل أنت ممن يتصببون عرق ويجف حلقهم عندما يتلقون دعوة لحضور حفل كبير؟ لا تقلق، لست وحدك الذي يعاني من هذا الأمر، فعديد من الناس يعانون مثلك من فوبيا الاختلاط بالآخرين. ومع أساليب وحيل جين مارتينيت المجربة ستتغلب تماما على المخاوف الاجتماعية. الآن يمكنك أن تسترخي وتشعر بالثقة في أي حفل مهما كان. سيعلمك هذا الكتاب مزود بالعديد من الحيل الجديدة ونصائح عملية وسلم ذكية كيف تتغلب على فوبيا الاختلاط الأبد. تمتدح من تتحدث معهم، تدخل في الحوار وتخرج منه بكياسة، تستخدم أسلوب كبش الفداء، تختلط بالآخرين في حفل ضخم، تستغل مدب الطعام في الاختلاط بالآخرين، تستخدم حيلة النقاط الثلاث، تستخدم أقوال المشاهير تحول مجرى الحديث في موضوع لا تحب تتحدث عما تحبه، تعالج أخطائك الاجتماعي في لطف جم، والعديد العديد من الرسائل الأخرى. جين مارتينيت مؤلفة Getting Beyond Hello The Fox Bass Survival Guide Artifel Dodging Commons Come Back and Kiss Offs True Than True Romance، وهي تعيش وتكتب وتختلط بالناس في نيويورك سيتي. كيف يمكنك التظاهر بها حتى تستطيع بالفعل؟ اختيار أصدقائك المقربين، أمور لابد من ترتيبها، مقدمات لكل حالة مزاجية، المراوغات الأربعة الأساسية لبدء الاختلاط بالآخرين، منهج الأمانة، ظهور التدريجي، المدح، اختبار الذكاء، معالجة أخطاء المقدمات، تحدث عن العمل نعم أم لا، مقدمات مفتقدة تدفق الكلمات، حيل أثبت صحتها في فن الاختلاط، الهروب الجميل، الوداع والرحيل، الانتقال البارع، أساليب اختلاط متقدمة، التعامل مع المواقف الصعبة، اختلاط في القرن 21، من عدم الأمان إلى التنوير. أربعة خواطر للنجاة الخائفين: حجرة المتجردين من ثيابهم، الرجل الخفي، نظام الصداقة، تخيل أنك شخص آخر، اختيار أصدقائك المقربين، تدرب على اختلاط مع المعاقين اجتماعيا، الحكم على الكتاب ما من غلافه، انتباه للغة الجسد، لا تفارق الجماعة، تكون في مأمن، كلمة عن التبسم، الذكاء الاجتماعي كيف تستخدمه، المراوغات الأربعة الأساسية لبدء الاختلاط والآخرين، منهج الأمانة، ظهور التدريجي، المدح، اختبار الذكاء، مقدمات لكل حالة مزاجية. خدعة الجواد الرابح: اللعب الثنائي، الاختلاط في مجموعات وفرق، تدبير المحادثة، رعاية القطيع، الاستطلاع والإنقاذ، نداء الشريك، كذبة بيضاء أو حرق جن، تعامل مع مواقف صعبة، تعامل مع الأخطاء الاجتماعية عندما ترتدي رداء غير مناسب، تقديم شخص لآخر كابوس متكرر، حاول أن تدفع من تقديم أنفسهم إلى بعضهم البعض، اعترف ثم تعامل مع موقف قدمه وتستخدم شيئا بالإضافة لأسمائهم، قصة الحكايات كأسلوب علاجي، جمل علاجية لكافة الأغراض، فن الإنكار، تظهر بأن الآخر قد أساء فهمك، ألقي باللوم على شخص آخر، تظهر بأنك كنت تمزح، تجاهل الأمر تماما، ملاك معالجة الأخطاء، حفلات النقاش الحاد، علبة السردين، استخدم الجمل مباشرة وأبسط الموضوعات أثناء اختلاطك، أبقى عينيك على الأشخاص القريبين منك الذين يشقون طريقهم وسط الزحام، لا تقلق بشأن أساليب الهروب، ابتسم كثيرا، في غرفة خاوية شجعهم على التقارب، اقترح أن تأتي الآخرين بأشياء، استخدم طريقة الألعاب ما أمكن، ساند مضيفك، اختلاط بالمغرورين، استفد من خواطر النجاة، حاول ألا تمدحهم، تنفس بعمق، استفز المتعالين، كيف تختلط وأنت في وضع الجلوس، تعامل مع الإساءة، جمل متعددة الأغراض للتعامل مع الفزع، تقليل خسارك أو الاستسلام والعودة للمنزل، الاختلاط في القرن 21، انترنت يعني، الإبحار في الأحداث الحالية، سرقة روح الحديث، إثبات حماستك، الاعتراف بالذنب، احذر منطقة مشتعلة للحديث عن السياسة، حدد نقطة غليانك، اختبر ما إذا كان متحدثك صديق خصم أو متعصب، كن دبلوماسي، تعلم كيف تلطف الأجواء وتهرب، اختلاط في الأماكن العامة، اختلاط بالخارج أو في الزحام، قاعدة، شكل قبيلة،
ارث رحالك. طوابير في طابور واحد، طابور انتظام أمام دورة مياه السيدات، اختلاط في المصاعد. ألقي التحية، يجب أن يضم حديثك جميع من بالمصعد، لا تمزح أبدا مشان تعطل المصعد. تحدث عن اختلاط من أجل الحب، نصائح أميرة الحب، المقاهي والمطاعم، كافيتريات، المتاجر، المتاحف، مساند رومانسية، طوابير الحب، الضيافة، كيف تسعد ضيوفك طوال الوقت، رهاب الضيافة، قائد الحفل، مبادئ تهيئة الجولة الضيافة، تأمل ما قبل الاختلاط، ينريانج التنقل بين الحضور. فن المرونة، استخدام مبادئ تاي تشي مع الاعتذار لخبراء تاي تشي، كيف تشعر بالسعادة عندما يتركونك بمفردك. فن الاختلاط بالناس لجين مارتينيت.